ليه؟ لأنك هيجيلك مسألة في الفيوزلاج، فلازم تتدرب على مسائل الفيوزلاج قبل الامتحان، فأنا هعطيلك مسألتين تتدرب عليهم. ماشي؟ نعم؟ بص، المسألتين بتوع النهارده هسلمهم آخر الأسبوع الجاي. هسلمهم الأربع الجاي. خلاص؟ على فكرة المسائل اللي فاتت والمسألتين دول من المسائل السهلة. الغرض منهم نقفل الموضوع، زائد إنك تحل مسألة شبه اللي هيجيلك في الامتحان قبل ما تخش الامتحان. يعني ده الغرض، مش ما هياش عملية تعذيب ولا حاجة. مسائل بسيطة لكن قبل ما تخش الامتحان تبقى عارف المنظر اللي ممكن يجيلك يعني. فاحنا كنا مركزين في الترم ده على اربع حاجات. الاوليه كونكشن، ودي بتقال خدنا فيها وقتنا، والجزء الثاني كان الفاتيج، وبرضه اظن خدنا فيها وقتنا. الجزء الثالث عن الفيوزيلاج، خدنا محاضرتين وشويه او محاضرتين على الاقل في الموضوع، بس ما حلتوش التمارين اللي عليها. الجزء الاخير اللي هنتكلم عنه اللي هو الماونس، اللي هي التركيبات اللي بتركب في الفيوزيلاج. ودي يعني ايه؟ لقيت ان يعني في حالات كتيره بس تتعرف عليها، يعني تعرف هي بيبقى شكلها ايه، وحسابات بسيطه لبعض الحالات، وما اقدرش اعمل اكتر من كده، بس على الاقل تسمع عن الحاجات دي. فسمعت عن حاجه في الوينج مثلا اسمها البايلون، وعرفت الاسم، وان البايلون ده بيركب فيه الانجن، وطريقه تركيب واحده من الانجن بتبقى فيه. وسمعت عن حاجه اسمها التنشن لينك والتنشن ارم، يعني مجموعه من الترمينولوجيز ما كانش فيه فرصه انك تعرفها الا من خلال مسائل بسيطه زي كده. يا كويس، لسه في عندنا بقيه اشياء، واللي اعتقد هنركز عليه المره دي. اولا الوينج ماونت، اللي تركيبة الوينج، بيركب الوينج في الفيوزيلاج ازاي؟ كويس؟ فلسه المحاضرة الأولانية. الإنجن ماونت، زي ما فيه إنجن ماونت، فيه وينج ماونت. تركيبة الإنجن وتركيبة الوينج. عاوزك تشوف المناظر بتاعتها وبتتحل، يعني مثال بسيط للحل من المسائل بتحله ازاي؟ في مسألة الانجن ماونت بتاع ده ما اشتغلش بيه. يبقى دلوقتي هنركز على الانجن ماونت، يعني ازاي قصدي مش الانجن ماونت، مين اللي عمل التعابين دي؟ حد شايف ال، فهنتكلم المره دي على زي ما قلنا الانجن ماونت الوينج، احنا اتكلمنا على الانجن ماونت، فبرضه في كلام على الوينج ماونت، ازاي الوينج بيتركب في الفيوزلاج. طبعا في كلام بسيط ممكن يتقال، لكن بنسمع عن كلمه هيفي رينج في الفيوزلاج، أو بيسموها في أحيان بالك هيد في الفيوزيلاج. إيه هي البالك هيد دي؟ هي الرنج التقيلة اللي ممكن تركب فيها الفيوزيلاج. يعني أبسط تركيبة للوينج بيبقى إيه؟ إن في عند الوينج ده الفيوزيلاج، ودول تو هيفي رينجز، والاثنين دول بيتركب فيهم الانجن، دايما بلخبط انا، بيتركب فيها الوينج عن طريق لاجس هنا وهنا هنا 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 هنا. فده بتبقى عباره عن التركيبه، يعني لو بصيت لها كده هيبقى في عندي رينج، وفي عندي هنا الوينج، وفي عندي هنا الوينج، وفي لاجس، واللاجس انت عرفت يعني ايه، اللي هي بتبقى عباره عن عاشق ومعشوق.
وبينهم مسمار، بيجي الانج بيبقى نعم اللج. في عندي هنا 1 2 3 4 في قدام، 1 2 3 4 ورا، ويبقى كده الانجن كل ناحية، الوينج كل ناحية فيه متثبتة في 4 نقط كويس. وفي احيان 3 بس تعمل 2 قدام واحدة ورا، وفي احيان 2 ورا واحدة قدام. نعم، على اساس الاسترنس بتاعت الوينج. هتشوف بعض المناظر دلوقتي. يعني ليه؟ لان احنا خدنا صورة بسيطة للوينج. الوينج مكون من سترينجرز ومن ريبس، وده الصورة اللي حطيناها في دماغنا الترم اللي فات. الكلام ده مش مظبوط قوي زي ما هنشوف بعض المناظر دي. يعني ده عبارة عن سمبليفايد قوي، لكن حسب التركيبة الداخلية دي في عندي لج او 2 وفي احيان 3، واللجس دي بتثبت في البوزيتيف سايد بتاعها، يعني هي النيجاتيف سايد والبوزيتيف سايد راكبين بعدة مسامير. هنا في الحالة دي 6 مسامير بيخشوا يربطوا الاثنين مع بعض، ده بيسهل تركيب وفك الوينج كويس. والغرض منه ان في اثناء عملية الصيانة ما تفكش الطيارة، لا هتفك الوينج من الكونكشنز دي، تعمل فيه الريبير اللي عايز تعمله وترجعه مكانه تاني كويس. فده التركيبة بتبقى بالشكل ده، وينج ليفت وينج ورايت وينج و تو هيفي ريبس ولجز كويس. دي الميزة بتاعتها ايه؟ لا، بتعتبر كل واحدة من دول بوينت كونكشن. اللج از ا بوينت كويس. فعندي دي متثبتة في 1 2 3 4 8، 4 قدام و4 أو 4 قدام و2 ورا أو 4 ورا و2 قدام. في بعض الكيسز ما بتبقاش بسيطة كده، بيتركب فيه برضه تو لجز هنا، يعني يتركب في عندي في 3 نقط، ممكن النقطة الواحدة يبقى فيها 2 لجز، 4 2، وفي 3 نقط او في 3 اكس بوزيشنز، الاكس ده اللي هو الدايركشن بتاع الفيوزيلاج على طول الوينج. ولكن الغرض لو تبص هنا بغض النظر عن التفاصيل دي، لو واحد معدي هنا مفيش الوينج ده مش هيعكسه مظبوط. يعني ميزة التركيبة ديت حرية الحركة للي داخل الفيوزيلاج، مفيش حاجة هتقطعه. فده بيسميها لج كونكشن كويس. النوع الثاني من الكونكشنز، نعم تقصد دول ان احنا لما بنيجي نحسب الشير فلو في الفيوزات ما بناخدش بالنا منها. لا انت عملتها مش واخد بالك منها. بس لما بنعمل الفيوزلاج ده، اجيب قلم اسود بس، لما بترسم الفيوزلاج ده مش بنقول احسب الشير فلو في الفيوزلاج ده والفورس اللي عليه هنا مثلا، هي دي الفورس اللي جايه من اللاكس دي كويس. يبقى دلوقتي اتكلمنا على اول كونكشن اللي هي وينج كونكتد دايركتلي لهيفي ريبس هيفي رينجز كويس. إذا لخبطت في الكلام صلحوني. يعني الوينج الإند بتاعت الوينجز
الاند بتاعت السبارز بتاعت الوينج. ليه ليه بقول الاند بتاعت السبارز؟ لان اللاكس دي عاده متشبكه او موجوده في نهايه السبار عشان تكون ماسكه في حاجه معظمه، في حاجه تقيله. يبقى كان اللاكس دي عباره عن ستراكشرز في نهايه السبار. لو تفتكر السبار ده كان عباره في كثير من الاحيان مجموعه ستيفنرز كده، وفي شيت بينهم اللي هو سميناها ايه، تنشن في السبارز. بس السبار ده ممكن يكون انواع كتيره زي ما شفنا قبل كده مره. ده ممكن يكون تراس سبار، ممكن يكون هيفي بيم، ممكن اخفهم كان التنشن في اللي احنا اهتمينا بدراسته، لان الباقي دول عباره عن كلاسيكال اناليسيس، ما كانش فيهم ما اختلاف عن الاناليسيس بتاعتهم عن اي بيم موجود. فكنا ركزنا اساسا على التنشن فيلد كونستراكشن. يبقى دلوقتي الميزه بتاعت الكونكشن دي في ما بين اللاجس اللي موجوده في نهايه السبارز واللاجس اللي موجوده في على الهيفي رينجز، ويبقى الوينج ده. طب هتسأل سؤال، في حاجة عندك تضمن لك ان الوينج ده يبقى رايح الناحية دي وده كده؟ مفيش عندك حاجة تضمن لك ان التو وينجز ار ستريت الا الاستيفنس بتاعت اللجز والاستيفنس بتاعت الرينجز. يعني اذا عيب خطير في الماونتنج ده ان الاستراكشر ممكن ما يبقاش فيه فول سيمتري ما بين الليفت وينج والرايت وينج، يعني ممكن التظبيطه بتاعه الزاويه بتاعتهم تبقى صعبه. زي ما كنتوا بتعملوا مثلا طيارات في اليو دي سي، بتلاقي صعب جدا ان الوينج ده والوينج ده يبقوا على استقامه واحده. ده بيحصل برضه في الطيارات الكبيره. ليه؟ لان بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على نقط الاتصال، الاستيفنس بتاعتهم المتمثله في اللانس والكونكشن بتاعتها مع الرينجز. انا لسه ما احنا بنتكلم في الانجن ماونت، لسه ما فتحتش بوق. يعني انا بتكلم في الانجن ماونت، قلت لك اول نوع منهم. ايه طريقه وايه الاسم؟ يعني دي عباره عن سلايد انا اللي حاطه كويس ولسه ما اتكلمتش عنه. اصبر عليا يا ابني، اصبر عليا، اصبر عليا. انا بقول لك اول طريقه اتعملت واسهل طريقه اتعملت كانت الطريقه دي، انك شبك الرايت وينج منفصل عن الليفت وينج في لاجز. وببتدي اتكلم عن عيبها. ايه العيب بتاعها؟ ان عمل بالانسنج ما بين الاثنين بحيث ان يبقى فيه فول سيمتري صعب. ليه؟ لانك بتعتمد فقط على الاستيفنس بتاعه الكونكشن، مظبوط. فعشان لو الوينج ده 8 متر شمال و8 متر يمين وهتعتمد على اربع نقط والتثبيت، هيثبت وكل حاجه وهتطير وهتبقى بس عشان تظبط الزاويه دي. يمكن اللي اشتغلوا في الطيارات الصغيره عارف مدى صعوبه العمليه دي، انك تظبط الليفت انجل والرايت انجل، والنتيجه ان الطياره تمشي كده ما تبقاش مظبطه. يعني ليه؟ لان البالانس بتاعها مش مظبوط. الفورس بتاعه الليفت وينج والرايت وينج مختلفه، فالطياره هتلف شمال هتلف يمين، صح؟ فدي كان اول تثبيت. نبص بقى على التثبيتات اللي انت بتتكلم عنها. الناس فكرت انها تعمل قدر الامكان
الاستراكشر ده يكون ستيف، يعني ما يعتمدوش بس على الكونكشن، لا تعمل سبيشال ستراكشر. ليه؟ بحيث ان لما ثبت الاستراكشر ده في اللجز بتاعه الاستراكشر ده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كاري ثرو ستراكشر، اللي هو سي تي ار، كاري ثرو ستراكشر، مش عارف لها اختصار كده، سي تي اس، اللي هو كاري ثرو سيكشن. الكاري ثرو سيكشن ده يا جماعه الديزاينرز فكروا فيه، بحيث ان انا ما اعتمدش بس على الستيفنس بتاعه اللج وبتاعه الرنج، الرنج دي واسعه 2 متر ديامتر مثلا او حاجه زي كده، وايا كانت الستيفنس بتاعتها ما تقدرش تظبط ان الزاويه دي هتبقى بالظبط زي الزاويه دي. فاكرين لما كنت بكلمكم على انك بتجمع الطياره ازاي؟ صح؟ فدي مشكله من المشاكل، ان هنا هتعمل الوينج الشمال مظبوط والوينج اليمين مظبوط، بس تعالى جمعهم بقى، لو ما كانوش الاثنين حته واحده زي ما زميلك قال، عمرك ما تضمن ان الناحيه الشمال والناحيه اليمين مظبوطين. الكارس رو ستراكشر ده اتعمل كحل وسط، عباره عن جزء من الاستراكشر يمكن ما سمعناش قبل كده، ما سمعناش عنه قبل كده بالتاكيد، ولا سمعته؟ ايوه سمعته. نعم؟ قلناها مره. يعني سمعت على الاستراكشر ده. الغرض من الاستراكشر ده ايه؟ ان اثبت اللاكس الشمال دي واللاكس اليمين دي، ما ثبت الاثنين دول مش بس في الرنج. ليه؟ لان الويت بتاع الوينج والستيفنس بتاعت الكونكشن هنا ما يضمنوليش ان اثناء التجميع هيطلع الشمال زي اليمين. فالجماعه الديزاينرز اخترعوا هذا الاختراع، وهو اختراع ستراكشر بيور، مفيش اي ميكانيزم ولا اي حاجه، عباره عن تقيله موجوده في الفيوزلاج، وبتعتبر يعني في ناس بتعتبرها جزء من الفيوزلاج، وناس لا بتقول لك ده جزء من الوينج، فهو جزء من الاستراكشر بتاع الطياره. اختلف الفقهاء في تصنيف هو ده جزء من الفيوزلاج ولا جزء من الوينج، لكن هو في الحقيقه هو جزء من الطياره. الغرض منه ايه؟ ان يضمن لي ان في الوينج كونكشن الليفت وينج والرايت وينج ار هافينج ذا سيم سيتنج انجل، عشان ما يحصلش ان الرايت وينج والليفت وينج يدوا ديفرنت ليفت، فبالتالي يدوا تورك على الفيوزلاج. فايه بقى ده عباره، يبقى ده الكونكشن الاولاني على فكره، الليفت وينج والرايت وينج وهيفي فيوزلاج ودي اللجز. زي ما انت شايف من منظر كده، هنا صعب جدا تضمن ان الليفت وينج والرايت وينج يبقى على نفس الزاويه، صح؟ الا اذا عملت دي تقيله بمشيل كفايه. الناس لقت حل تاني اللي هو الكارث رو ستراكشر ده، قال لك انا احط ستراكشر تقيل ضامن الاستيفنس بتاعته، لو انا ثبت النقط بتاعتي، ثبت الليفت وينج والرايت وينج عن طريق اللاكس برضه، بس مش بثبتهم دايركتلي في الرينجز، لا هثبتهم في هذه التقيله، فالنتيجه ان الزاويه الشمال والزاويه اليمين هيبقوا ظبط بعض. كويس؟ ادي الكارس رو ستراكشر. كارس رو ستراكشر ده ممكن يتحط من فوق الوينج، من فوق الوينج قصدي من فوق الفيزيلاج، او يتحط هيبقى ده يدي هاي وينج ويتحط من تحت الفيوزلاج بيديني لو وينج، اتحط في نص الفيوزلاج، وعارفين ايه عيبها دلوقتي؟ اللي عاوز يعدي مش هيقدر يعدي، فيبقى ده ميدل وينج. يبقى كده في الحالة دي بنفقد الميزة دي، لأن الراجل اللي كان بيعدي هنا، يعني هنا الراجل اللي بيعدي ممكن يوطي عند الحتة دي، هنا ممكن برضه يتصرف ويعدي، لكن لو حطيت له الهيفي ستراكشر ده اللي هو الكاري ثرو ستراكشر في النص،
صحيح ان انا ظبطت الوينج الشمال واليمين، لكن كده حجزت الحركه هنا. فطبعا الجزء ده بيستخدم في ايه؟ تخزين. الناس بتلاقي دايما حاجه، حط الشنط في الحته دي، او حط العده اللي انت عايزها، او اي حاجه في المنطقه دي يستخدم كمنطقه تخزين، خلاص الناس مش هتعدي فيه. ويستحسن في الحاله دي الوينج يكون قدام قوي يكون ورا قوي، صح؟ عشان برضو يبقى عندك حته خالصه ان الناس تقدر تتحرك فيها او تقعد فيها. يبقى ده الكاري ثرو ستراكشر، عباره عن هيب ستراكشر الاوبجيكتيف بتاعه ان ساتيسفاي ان الليفت وينج اند ذا رايت وينج هاف ذا سيم انجل. طيب الكلمه دي برضو نشوف معناها او الناس نفذتها ازاي. يبقى كاري ثرو ستراكشر، وينجز ار سبورتد تو فيوزلاج باي هيفي رينجز، ده الاساس او ده اول فكره. If the rings are not rigid, carry through structure is used to increase the left side and hand side wind support rigidity. Carry through structure concerned part as a fuselage if it is supported to longer arms. يعني عادة ال heavy structure ده بيتثبت في ال longer arms، لأن ما اقدرش اثبته، يعني بثبته في الرينجز واللونجر اونز، بثبته في التقفيصه اصلا. ايه؟ ما اقدرش اعتمد على تثبيت السكن، يعني ده بيبقى مثبت بالاساس اللونجر اونز والرينجز. It may supported high, mid or low wings. The inside of the carousel structure may be used as fuel tank سبيسنج، يعني الحته اللي احنا قلناها دي في المنطقه ديت ممكن، اللي هي المنطقه اللي ما اقدرش اعدي فيها دي، ممكن تتحول لمنطقه بضاعه او تانك، ممكن احط تانك بنزين تحتها ولاجج فوق هنا، لكن بفترض ان فيها مفيش حد بيعدي. طيب يبقى ده كلمه كاري ثرو ستراكشر عرفنا معناها. Wing mount may require a forward and after carry through structure boxes. وده اسمه carry through structure، الناس بيسميه carry through structure box اللي هو لسه هنشوفه دلوقتي. To connect the wing spar lugs to fuselage frame. These carry through boxes are regarded as fuselage structure. زي الناس بتعتبرها fuselage structure، الناس بتعتبرها جزء من السبورت، ده السبورت بتاع الوينج زي البايلون، الناس بتعتبر ده السبورت بتاع الانجن، وناس بتعتبره جزء من الوينج. الكارسو ستراكشر ده ناس بتعتبره هو السبورت بتاع الوينج هو جزء من الستراكشر، بس ديت يعني هي قضايا مالناش دعوه بيها قوي. These carry through، يعني carry through structure أنا ممكن أحط الوينج الواحد اتنين، واحد قدام واحد ورا. ده واحد قدام بيبقى متثبت في الهيفي رينج اللي قدام، واحد ورا متثبت في الهيفي رينج اللي ورا، والاتنين متثبتين. يعني هنا هحط، لو أنا أشتغل على ده هحط هنا ستراكشر اللي هو كاري ثرو ستراكشر هنا، وهحط هنا كاري ثرو ستراكشر تاني عشان اضمن الوينج ده والوينج ده نفس الزاويه، وبعدين اجي اثبت الاثنين دول مع بعض باللونجر اونز اللي هي ماشيه كده. يعني دول متثبتين في اللونجر اونز، ومثبتين في الليفت وينج والرايت وينج. يعني الكلام ده مفيد ان احنا نسمعه قبل ما نشوف الصوره. الغرض منهم زي بروفايد لوكال لونجتيودنال بيندنج سترينث تو فيوزلاج
rather than wing span wise bending stress. نشوف بقى المنظر. اللحظة كده. لا وهم معلش اجيب المنظر بتاع الكالسترو ستراكشرز. الكالسترو ستراكشر بيبقى زي ما اقول لكم تقيله، ممكن تكون سبيس ستراكشر سبيس تراس، ويبقى الجزء ده متثبت في اللونجر اونز، بتعدي عليه كده متثبته فيه، ومتثبت في الرينج كويس، سواء كان ميدل او هاي او لو، يكون اساسا متثبت لونجيتيودنالي في الرينج في اللونجر اونز، ومتثبت في الرينج، ويجي الوينج يتثبت عليه من الناحيه الشمال في الطرف بتاعه، النقط 1 نقط 1 2 3 4 ونقط 5 6 7 8 دول، يبقوا عشان يتثبت عليهم الليفت وينج والرايت وينج. طبعا ممكن يكون عندي واحد قدام وواحد ورا، تو هيفي ستراكشر عشان يثبت عليهم الوينج. فتثبيت الوينج مش بسهوله، لازم الواحد يطمئن انها تثبيته جيده. يبقى دلوقتي ضمنت قدر الامكان ان الزاويه بتاعت الرايت وينج والليفت وينج ار ايكوال، وكده اتخلص من مشاكل ايروداينامكس كتير. كويس. نوع تاني من الكارث رو ستراكشر هو، يبقى الاولاني النوع اللي موجود تراس تراس ستراكشر، يبقى كاني الهيب ستراكشر اللي هو غرضه المساواه الزاويه ما بين الشمال واليمين في الليفت وينج والرايت وينج، هو عباره عن سبيس تراس، ويثبت فيه نقط 1 2 3 4 والنقط 5 6 7 8 يثبت فيهم الليفت وينج والرايت وينج، ممكن يكون اثنين، واحد قدام واحد ورا، واحد على المين سبار واحد على الريس بار. فواضح ان تثبيت الوينج في الحاله دي شديد التعقيد، ولكن ميزه التراس الحقيقه انه اخف في استراكشر منه، هيبقى متين ولكن اخف. النوع الثاني الكارثرو ستراكشر اللي شايفينه قدامنا كده، ده بيسموه كونستانت ديبث فريم، ده عباره عن فريم ستراكشر مش تراس ستراكشر، بعمق ثابت زي ما انت شايف كده. يثبت طبعا مره ثانيه ممكن يكون في اثنين منه، واحد قدام واحد ورا، صح؟ وده يتحط فوق او في النص او تحت، وده عباره عن فريم ستراكشر، يعني كانه بارز فريم، يعني الاولاني كان تراس الثاني بارز متلحمه في بعض. نعم، ده يتحط في الفيوزلاج من فوق كده كويس، او من تحت، او في النص، التلاته موجودين، التلات افكار موجوده. لو تراجع نفسك كده التلات افكار دي موجوده قدامنا هنا، يعني الكونستانت ديبس ستراكشر ده فريم ستراكشر، كان ممكن يتحط فوق لو ابر وينج، يتحط تحت لو ور وينج، يتحط في النص. بس قلنا في النص ده في يعني مشكله اضافيه ان السبيس ما بقاش افيلابل قوي للحركه. يعني تفتكر كلمه كارث رو ستراكشر. النوع الثاني زي ما قلنا كونستانت ديبس فريم، عباره عن فريم ستراكشر. النوع الثالث، والمثال ده كان موجود في الاف 14 كارست ثرو بوكس ستراكشر، بيكون بالشكل ده. ده ميزته انه بيحدد لي الدايهيدرال انجل بتاعه الفيوزلاج، نفس الكلام اللي كنتوا بتعملوه في اليو سي. لما تيجي تعمل الانجل بتاعه، بس انتوا اشتغلتوا عاده على ستريت انجل، لو في مكان بعضكم كان بيحاول يعمل الدايهيدرال انجل، عمل دايهيدرال انجل، يبقى كنت بتحاول تعمل ظبطه ليها كويس، تعمل حته في النص بتاعت الاستراكشر اتقل شويه، كنت بتعمله قبل كاش، بحيث ان لو ثبت الوينج عليها على طول يطلع الزاويه الشمال زي ما
ده نفس الكلام اللي بيتعمل في الطيارات. ده مثال للاف 14 كارثرو ستراكشر. برضه مره تانية ده يبقى فيه اثنين او ثلاثه موجودين عند المين سبار والريل سبار والميد سبار، متثبتين في هيفي رينجز، في الفيرست هيفي رينج او الفورورد هيفي رينج والرير هيفي رينج والميدل هيفي رينج. الغرض منه ايه؟ ان تجيب الوينج تقوم ملبسه في اللاكس دي واللاكس دي واللاكس دي، يبقى كده الات زاويه خدت وضعها من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين، يبقى كده ظبطت مش بس ان الزاويه الشمال تبقى زاويه اليمين، لا والدايهيدرال انجل كمان تبقى مظبوطه شمال ويمين، عشان ما يحصل لكش مشاكل في الاستابيليتي اللاترال استابيليتي بتاع الطياره. يبقى ميد ابر واللور بارث. طيب الحته الزياده اللي بيحطه ده هو الجمله الاخرانيه دي، ان الجزء اللي في النص ده، يعني انت بتعمل هنا الجزء، الجزء ده متثبت فوق، برضه متثبت فوق في ايه؟ متثبت في اللونجر اونز وفي الهيفي رينجز. ده عباره عن جزئين. قال لك في بعض الاحيان لما زي ما الطياره بتاعت اف 14 ده، لقوا ان في عندك هنا سبيس في النص، قال لك ممكن السبيس بس تستعمله خزان وقود. لا الجزء ده هيبقى مثلا 20 سم. ليه؟ لان اللاج بتاعت الطياره عمقها قد ايه؟ يعني الجناحه دي اصلا مش عميقه قوي، هتلاقي 20 سم يعني بكتير، 25 سم كتير، فالمسافه دي لن تزيد عن 25 سم. لا لا لا، ده الاثنين دول المسافة بينهم، فالمسافة ديت عندك 25 سنتي في 30 سنتي في متر، فبيدي لك سبيس تنفع تستخدمه كخزان وقود. فبيقول لك ان الجزء ده في احيان كتير بيبقى خزان وقود، كويس؟ زي ما كنت في المنظر الاولاني كنا بنقول ان في عندي الطياره كده وحطيت السبيس السلو ستراكشر في الناحيه دي، بقول طب ما استخدم الجزء ده كخزان وقود واحط الشنط هنا، صح؟ فانت برضو انت محتاج سبيسز عشان تعمل حاجات في الطياره. فلما بتيجي تعمل ديزاين للطياره حتى الصغيرين كنت بتجد صعوبه في انك توظف السبيسز اللي في الفيزيولوجي اللي قد كده. نفس المشكله موجوده في الطياره دي. لما تكبر انت محتاج توظف السبيسز كويس. فبعض التوظيفات ان الكارس رو ستراكشر منها اجزاء بتستخدم كفيول تانكس، زي المثال ده. يبقى فيه سبيس ستراكشر، قصدي في كارستور ستراكشر، قلنا ان في تراس ستراكشر، في فريم ستراكشر، الجزء ده ابتدى يبقى كونتينوس ميتال ستراكشر، كويس؟ بيبقى فورجد ميتال كونتينوس فورجد، ممكن استخدمه عشان البار والتراس ما اقدرش احط فيهم سبيسز، ما اقدرش احط فيه ولا فيه، لكن في دي اماكن تصلح للتخزين في الكارس رو ستراكشر. النوع الثاني برضو ده كله بيتعمل فورجد، وده عشان اللي فوق ده كان للانهدر، ده كان للدايهيدرا، في انواع اخرى كانت عملت للانهدرا تخلي الوينج لتحت. برضو ده عباره عن جزئين سيمتريك شمال ويمين، وما ننساش ان في موجود من ده يا أربعة يا ستة، يعني ده فيه موجود منه واحد عند الفورورد سبار، عند الريل سبار، شمال ويمين، شمال ويمين، يبقى ده أربع مناظر زي اللي ده، بس الشمال واليمين ده عبارة عن استراكشر واحد، يعني يبقى الاستراكشر الواحد ده هو هنا عمله لأنه سيمتريك
اكتفى بس ايه انه عمل له شكل، بس الاستراكشر ده بقى عامل عباره عن حته واحده. ومره تانية السبيس ده اذا سنحت الفرصه ممكن يستخدم مكان للوقود. يعني لو دخلت هنا ان الحته دي ليه؟ لان ده خلاص ده حته متينه، فانت ممكن توظفها في كذا فايده. ممكن تحط في النص هنا خزانات وقود، طبعا هتعمل خساره انك هتيجي على الاستراكشر ده هتعمل خرم، وخرم هيضعفه شويه بس مش كتير، تستخدمه برضو ايه كخزان وقود بالاضافه لهدفه الاصلاني انه يظبط الانهيدرا الشمال بالانهيدرا اليمين. ده المينيمم ريب ديزاين هيفي ثرو ستراكشر. ايه ده؟ برضو عباره عن ميتاليك كونتينوس ميتال ولكنه شيتس، وبعمل هنا ريب وهنا ريب، لان الريبس دي بتقوي السترينث في اتجاه البندنج في اتجاه التيار. يعني ده هيبقى البندنج سترينث بتاعه في الاتجاه ده قوي كويس، وفي الاتجاه ده هو قوي طبيعي بالميتال اللي هنا والميتال اللي تحت، هو اوريدي قوي. بس انا كنت بخاف ان هو يتفعص الناحيه دي. يعني ايه؟ يعني لو حطيت ادي الوينج اهو، وحطيت الاستراكشر ده هنا، حطيت الاستراكشر ده هنا، ف والطياره ازاي؟ الطياره بتيجي عليها بندنج مومنت كده وكده، فكنت بقلق ان الجزء ده ممكن يحصل له باكلينج في نتيجه الحمل اللي جاي في الاتجاه ده. فاهمين حاجه؟ يعني لو جيت حمل كده الجزء ده لو ما هوش قوي ممكن يفصل من الاستراكشر، صح؟ لكن لو حطيت ليه ريبس كده وكده ما يقدرش يتنى بسهوله. مستوعبين ولا لا؟ يعني لو هتحط ريب طولي كده وجيت تتنيه هتلاقيه يبقى صعب انه يتنى. فبتعمل فيه عدد من الريبس، لذلك بيسموه مالتيبل ريب، مينيمم ريب ديزاين هيب ستراكشر. يعني بيحط فيه مالتيبل ريبس، لاحظ واحد اثنين ثلاثة وزيهم الناحية دي، واحد اثنين ثلاثة وزيهم الناحية دي برضه، بحيث ان الاستراكشر ده ما تقدرش تتنيه. فاكرين المثل اللي كنت قلته لكم مره؟ الراجل اللي بيعمل الصواني بيعمل ايه؟ لما تجيب الصينيه عباره عن شتل، شيت من الميتال، لما تمسك الصينيه بتلاقيها الشيت ده، ومسكت الميتال ده هتلاقي الشيت ده بيلب معاك. لكن لو هو جاب الصينيه ديت وعمل لها اطراف ويحاول يتنيها يبقى صعب. عارفين الصواني والحلل بيتعملوا ازاي؟ بيجيب شيت ميتال، صح؟ وبعدين يقوم زي ما زميلك قال كده تعمل هنا بيكبسها، ماشي؟ او يعملوها في حقيقة على روتيتنج رين كده، بحيث انها تتحول، لان الصينيه كده يبقى لها شف. لو مسكت الشيت وبميتال ده حاولت تتنيه منتهى السهوله، هو اساسا بقى صعب انك تمسكه في مكانه، لان البندنج ستيفنس بتاعته ضعيفه. لكن لما يعمل الحواف دي تلاقيه يحط في الصينيه دي لحمه وما فيش مشاكل، ورز وحاجات زي كده وثابته معاه. لكن ما يقدرش يشيل طبق الرز بتاعه على شيت اوف ميتال. ليه؟ مش هيقع منه كله، هيدلدع في اي حته. فاذا الحواف دي مهمه جدا لانها بتزود البندنج ستيفنس. والمثال المشهور الثاني انه يعمل بيدز. يعني عارفين السلالم بتاعه الاتوبيس وانت طالع عليها، ده عباره عن شيت ميتال، صح؟ لو السلالم ديت سابها كما هي لو هتطلع عليها تتنى، لكن تلاقي السلالم بيعملها لك بنفس الطريقه. وده ده داخل لجوه داخل لجوه داخل لجوه كده،
بحيث انك لو تطلع السلم ده ما يحصلش حاجة، لان السلم ده بيستحمل البندنج، لكن من غير البي سي دي مش هيستحملها. نفس الكلام ده، نفس المنطق ده موجود في ال ريب ديزاين سي تي اس او كاري ثرو ستراكشر. يبقى ده عشان يزود الاستفنس بتاعته مع محاوله تقليل الوزن قدر الامكان، وكده جمع الشمال واليمين. بس ده شكله ينفع لايه؟ لا فيه عندي انهيدرال ولا دايهيدرال، كويس. وبرضه ما ننساش ان ده هيحتاج منه ممكن واحد او اثنين او ثلاثة حسب عدد السبارز بتاعتك. يبقى ده نوع من الكارستور ستراكشر. النوع اللي شايفينه دلوقتي يعني ستراكشر بقى معقد اكتر، لا هو سيمبل تراس ولا سيمبل بيم ولا شيل، بقى ستراكشر فيه كومبوننتس كتير، عشان كده بيسموه بيلت اب فاريبل ديبس كارستور ستراكشر. يعني بيلت ده محطوط في الهاي وينج، يمكن باين من الشكل ده ان الكيفيتشر بتاعته لفوق، يعني ده موجود في المكان اللي فوق، وده عبارة عن زيرو دايهيدرال زيرو انهيدرال، مش لا دايهيدرال ولا انهيدرال سبيس ستراكشر. بس ده بيلت اب ستراكشر، وفيه هيتحط الشمال والناحية اليمين هيركب برضه. فيه من هذا الاستراكشر واحد واثنين او ثلاثة، عشان منه هيبقى جزء فورورد، منه جزء ريرورد، وفي احتمال في اللونج في اللارج وينجز يعمل ثلاثة كارس رو ستراكشر. النوع الاخر ده قصدي ده برضه بيلت اب فاريبل ديبس زي اللي فات ده بالظبط، بس بيحاول يوريني التركيبة هنا. لو تبص هنا هتلاقي ان التركيبه بتاعت الاستراكشر ده، ان الكاري ثرو ستراكشر ده الجزء ده هو الفورورد والجزء ده الريورد. لا انا اسف، كل ده عباره عن كاري ثرو ستراكشر واحد بيبين لي تركيبته. يعني فيه ممكن يكون من ده واحد هنا، ممكن يبقى فيه واحد ورا هنا، بس بالنسبه لواحد ده بيوري لك ده بتركب ازاي. ده بيركب في اللونجر اونز. فين اللونجر اونز؟ ده واحد اثنين ثلاثه متركب في اللونجر اونز الطوليه. يعني لو تلاحظ اللونجر اونز في النص ده ماشي على طول، وفي الوقت نفسه متركب في الهيفي رينجز عشان يبقى متين، وده اللي هيركب فيه البيبوتس بتاعت الانجن عن طريق اللاجز. ممكن يحتاج واحد او اتنين او تلاتة، كويس. يبقى بالشكل ده بتظبط الانجل الشمال بالانجل اليمين. يبقى ده عبارة عن بيلت اب فاريبل ديبس، لان لو تلاحظ الديبس بتاعك بيبدأ من هنا يوصل لهنا ثرو ستراكشر انتجريتد للفيوزيلاج لونجر اونز اللي باين لي هنا واحد اتنين ثلاثة لونجر اونز. واللونجر اون هنا ممكن يكون يا لازق دايركتلي في الفيوزيلاج يا بعيد شوية عن الفيوزيلاج. فمين المنظر ده ولا ده الفيوزيلاج، وده الرينج، ده الرينج، وفي عندي فيه اللونجر اونز. ده بيخلي لي التثبيته دي تطمني ان لما احط وينج هنا، يعني في الوينج بيفوت ده وينج هنا، هيبقى الزاويه الشمال زي الزاويه دي. قبل ما نتكلم على الحاجات دي هرجع للكلام الاستبناء.
لان قلت نتكلم على الكالسترو ستراكشر طالما عمالين نتكلم عنها كتيره، فبقى شفناها وانواعها المختلفه. في انواع تانية من الماونس برضو هسيب دي شويه، لكن في الماونس المنظر ده في حاجه عاوزك تبص على دول تو كونكشنز مختلفين، هكبرهم بس شويه وبعدين نتكلم عنهم واحده واحده. ده بيبين لي ده المين ماونت وده الفورورد ماونت. تلاحظ ان اللي ورا سماه ده المين بالنسبه له. الواحد دايما بيميل لاعتقاد ان اللي قدام هو اللي بيشيل واللي ورا هي الاقل. في الحاله دي خلى المين بتاعه هو اللي ورا على الاصبار اللي ورا، والفورورد هو الاضعف. وهنا متثبت بمسمارين، اللاج متثبته بمسمارين او بتو بنز، وده متثبت بواحد، وده هيسهل لي الفك والتركيب بتاع الوينج ده. فده عباره عن التثبيته بتاعه الوينج. المره دي بيثبت الوينج في تو رينجز، ما بيتكلمش خالص عن كالسترو ستراكشر. مظبوط. المنظر اللي تحت هنبص عليه كويس برضو، اللي هو كان غرضي انك تشوف ان الاستراكشر بتاع الوينج زي ما شفناه الترم اللي فات. لا هو مش ببساطة دي. كان الاستراكشر بتاع الوينج بنتكلم على ريبس وسترينجرز وسكين، وعلى اساس ان الريبس بتبقى الونج الفيزيلاج. بس لو تلاحظ هنا الريبس بتاعتي موجوده صح تقريبا عمودها الفيزلاج، بس الاسبار في عندي اسبار اهوت. تلاحظ ان الاسبار ده معوج، وبرضو الاسبار ده طالع منه حته الشمال، يعني كانه عامل الاسبار دي زي ما تكون فورك. طب الكلام ده عامله ليه؟ يعني تلاحظ ان الاستراكشر ده بالنسبه للبندنج اللي في اتجاه الواي هيبقى احسن لي. يعني هو الروت بتاع السكشن ده موجود هنا، اعلى بندنج موجود في المنطقه دي، هو فضل انه يحط الاصبار دي فيه جزء هنا، او فيه اصبار غريب كده مايل ومش متصل. هو جه في الحته اللي فيها استرس عالي، عمل اصبار كده موجود في برضو الريبس ماسكه فيه، السكن ماسكه فيه، ولكن المنظر ده غريب شويه، ان الاصبار كان ماشي كده والاصبار ماشي كده، وصل ما بين الاثنين دول. بص اصبار عرض. انت يعني هل احساسك بيقول لك ان ده احسن في ناحيه البندنج دي ولا اسوأ؟ يعني لو الوينج ده عند البيز دي عند الروت دي حصل له بندنج بالشكل ده، هل استعمال جزء من الاصبار مايل افضل ولا اسوأ؟ نعم افضل. وكان في هنا طياره موجوده على فكره، مش عارف لحقتوها ولا لا، كان فيها الاصبار ده موجود. لو تروح تبص عليها هتلاقي الاصبار عند الروت موجود فيها، الضلع ده موجود، وده بيحسن الكفاءة بتاعت الاستراكشر. ما بيجوقهاش يعني، اللي اتعلمناه هو الجزء ده الترم اللي فات صح، بس ما خدش في اعتباره، واحنا ما خدناش في اعتبارنا برضه لان كان الوقت ما يسمحش الحقيقه، انك تشوف ان الاصبار ده جزء منه ما هواش ماشي along الوينج، لا ده inclined الوينج. وده طبعا الاناليسيس بتاعه اصعب جدا، ولكن في الوقت نفسه تدرك ان الجزء اللي مايل ده لو انت حليت دي كمساله ترس او فرين، هتسال نفسك احسن لي اخلي جزء من البيم ده هو مايل كده؟ الجواب هيبقى اه،
لان ده هيقدر بالنسبه للبندنج اللي في الاتجاه ده هيدي لك مقاومه احسن. كويس، يبقى في الحاله ديت هيبقى محتاج تثبيته هنا وتثبيته هنا وتثبيته هنا. التثبيته اللي هنا سماها دي الفورورد، التثبيته اللي هنا اللي عند دي ده سماها سنترال، التثبيته اللي في الاخر ده سميها المين برضو. يبقى غريبه ان في المسالتين اللي احنا شفناهم دلوقتي ده طياره اللوك هيد بتاعي. تلاحظ ان المين لود بتاعه موجود في الرير سبار. هتقول لي ليه الكلام ده؟ ده نتيجه الاستريس انالست بتاع المسبار، بيلاقي ان اللود الكبير، يعني مش احنا كنا بنحل الترم اللي فات انك تحسب اللود اللي على السبار عشان تحسب التنشن فيلد دي. لو انت حليت دي كمساله بندنج بتلاقي ان الحته اللي دي هي اكتر واحده شايله، رغم ان الواحد بالمنطق يقول لا ده المفروض تكون حته قدام. ولو انت عاوزين تعرف السبب ايه هو؟ السبب ان على الليفت بتاع الوينج اكتر ليفت موجود فين؟ قدام ولا ورا؟ قدام، حوالي في التلت القدامين. يعني يبقى كأن اللود اللي عندك هنا في كده، يبقى الجزء اللي متعرض لاكتر عزم هنا ولا هنا ولا هنا؟ نعم؟ فهمتها ولا لا؟ يعني اساسا انت زي ما تكون بتمسك الوينج ده تلفه كده، فلما هتلفه كده الحته اللي هتتحمل اكتر هم اللي ورا دول. فعشان كده بيعمل دي هي المين ماونت، ده المين لج اللي موجوده هتبقى ورا مش قدام. ولو كنت هتبص على الوينج اللي موجود عندنا هنا اللي فيه الانكلاين بار ده وتبص على اللاجس بتاعته اذا كان لسه موجوده في مكانها، هتلاحظ الحكايه دي. هتلاحظ ان المين لاج موجوده ورا والاستراكشر بتاعها تقيل اتقل جدا من السنترال ومن الفور. السبب هو ان اللود اللي على الوينج جاي من قدام، وبالتالي التثبيت اللي ورا هي اكتر واحده لان دي اللي بتستحمل بندنج، دي اللي جاي عليها البندنج. عشان تشيله محتاج لاج تقيل. كويس، وبرضو الوينج ده لاحظنا فيه ثلاثة لاجز، واحدة فورورد، واحدة مين اللي هي طلعت ورا، واحدة سنترال. لاحظ برضو هنا انه جه على السبار عمل هنا حتة مايلة، نفس السبب. يعني كأن السبار بتاعنا ما هواش ستريت اول ذا تايم. ده في الطيارات الخفيفه قوي، لكن في الطيارات الثقيله بتلاقي الاستراكشر بتاعي بهذا الشكل. هو ده السبب اللي بتلاقي الوينج استراكشر اكثر تعقيدا مما قلناه. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه لللاجز، لو بصيت على اللاجز اللي هنا دول ستريت وستريت، لا مش عارف انتوا فاهمين بتكلم على ايه ولا لا، بس اللي فوق دول ستريت لاجز، شايفينهم؟ دول عبارة عن لاجز عادية جدا زي اللي بنعمل حساباتها. طب بالنسبة لللاجز اللي هنا ايه وضعهم؟ اتنين بص لهم برضه وهتكتشف ان هما صعبين ولا معقدين. اللاكس الاولانيين اللي هنا اهيت برضو ستريت مفيهاش اي مشكلة. اللاج اللي عندي دي واخدة زاوية. اللاج دي فين؟ اللاج دي واخدة الزاوية بتاعت الميل بتاعت الجزء ده من الصبار، يعني خليت الصبار نفسه مايل واللاج دي اهيت بتبقى مايلة عليه، تبقى مايلة فيه يعني ده اللاج دي. هنا هذا اللاج قدامنا برضو ستريت لاج،
يعني اللاج دي واللاج دي من واحد واللي موجود عند سي وعند اي دول هم اللي متعودين عليهم، واللاج ده هي برضو اللي متعودين عليهم بس وقت الزاوية 2، يعني في حساب الفورس بتبقى محتاجة شغل شوية. ده بالنسبة لللاجز. ولكن قال لك طب ايه الغرض من اللاجز دي؟ الغرض من اللاجز دي اللي في الاخر اللي هو ايه دي بتشيل حمل عمود على الوينج. اللاج عند سي بتشيل عمود على الوينج برضه. اللاج عند الاي دي بتقاوم الدراج عشان فيها ميل. يبقى كأني محتاج في الوينج اقاوم الليفت واقاوم الدراج، يعني الثرست بيبقى عن طريق، يعني لو الوينج ده بس بيتحمل عليه الانجن في ثرست، الثرست بيتنقل عن طريق الجزء المايل ده. عشان كده بيقول لك الكونفيجريشن بتاع اللاجز اللي هتلاقيها في ويندوز المختلفه، الكونفيجريشن بتاع ايه ده بيشيل اللود اللي هو العمود على الويندوز، الجزء بتاع اي بيشيل العمود على اللود واللي في اتجاه، يعني ده بيشيل في ايه؟ ده بيشيل في الدايركشن ده. نقولهم واحدة واحدة كده. اللاج دي تقدر تشيل ايه؟ تشيل الحمل ده وده. يبقى ده بتشيل مومنت. صح؟ في الوقت نفسه بتقدر تشيل الويت بتاع الطيارة. يعني ده بتشيل المومنت بتاع الوينج وتشيل الويت بتاع الطيارة. طب اللاج دي تقدر تشيل المومنت والويت، كأن دي بتعمل نفس الفانكشن بتاعت دي، يعني بس هنا بياخد الويت دايركتلي على التخانه دي. هنا بيقدر يشيل المومنت والويت، عمل له واحده مخصوصه هنا، يعني كأن الويت هنا اتشال بدي وهنا الويت اتشال بدي وهنا الويت اتشال بدي وبدي، لانه محتاج يشيل ويت ومحتاج يشيل مومنت. فاللاكس لها كونفيجريشنز مختلفه، وفي بعض الكونفيجريشنز اعقد كمان. انا بقول على اللاكس ليه؟ لان اللاكس دي هي اللي بتشبك الوينج بالثرو ستراكشر، صح؟ فانت لازم تاخد واحده تقدر تنقل الويت بتاع الوينج والانجن والويت بتاع الطيارة، وتقدر تنقل البندنج مومنت اللي جاي من الايروداينامكس. طب الثرست بقى في انهي ناحية؟ الثرست بتاع لو انت عندك الانجن الوينج متثبت فيه الوينج، تفتكر هستخدم انهي نوع من اللاجز؟ هيبقى انا محتاج واحدة تقدر تشيل لود في اتجاه الثرست، صح؟ هل اي حد من دول ينفع؟ لا. يبقى فيه مين؟ لا، ده عباره عن مومنت جاي من كده. انا عايز حاجه تشيل لود في الاتجاه ده، يعني لو فيه انجن ثابته في الوينج ده يبقى الانجن الفورس بتاعتها جايه في هذا الاتجاه، يعني جايه في الاتجاه ده، صح؟ في الاتجاه ده ممكن دي ودي يشيله، صح؟ هنا ممكن ما تنفعش، صح؟ لان هنا الفورس هتخلع على طول، هنا الفورس هتخلع بس دي جايز تنفع، هنا دول هينفعوا. يبقى لو عندي ثرست عاوز اشيله كمان، دي هتنفع و دي هتنفع، لكن دي مش هتنفع. فدي انواع اللاكس لازم تختارها. دلوقتي احنا ايه قلنا الكلام ده خلاص وغطينا الحواديت دي،
اتكلمنا على الاستراكشرز كده. طيب اخر حته على ال يمكن قلت قلتها لك قبل كده. حته اللي في النص برضو نعرفها اللي هو الكيل، الكيل استراكشر اللي سمعناه قبل كده. بنقول هنا الكيل استراكشر يبقى موجود في المنطقه دي ليه؟ لان الوينج عاده بيبقى عليه، قصدي الفيوزلاج عليه لود بالشكل ده، ده جاي من الويت الريرورد وده جاي من الويت الفورورد، ده بيديه العزم كده وده عزم كده. التو مومنتس دول بيعملوا لي كومبريشن اون ذا بوتوم سايد، عشان كده الناس، وكمان اثناء اللاندنج بيبقى فيه اندر كارج كده، فبيحصل لي كومبريشن على اللور سايد، عكس ما احنا كنا دايما بنتكلم على ان اللور سايد فيه تنشن، مظبوط؟ بس الكلام ده كان في الوينج. عندي في الفيوزيلاج بلاقي معظم الوقت، احنا كنا اتكلمنا في بداية المحاضرات ديت، لقينا ان على اللور سايد بيبقى فيه غالبا كومبريشن، صح؟ وغالبا الكومبريشن بتعمل لي مشكله، ان باجي في المنطقه اللي فيها كومبريشن هنا، والسكشن بتاعنا ده عباره عن الوينج، بحيث ان حصل ليفت، والليفت ده بيديه المومنت ده والمومنت ده، فاللي ورا الوينج هنا بيعمل الكيل بيم. الكيل بيم ده بيبقى موجود ورا الوينج ومستواه تحت مستوى البنج كده، كويس؟ والغرض منه ان يدعم البوتوم بتاع الطيارة. وهنا قال لي حاجة كمان، ان الكيل بيم ده بدعم المنطقة دي لان ببقى حاطط هنا الاندر كارج، ده المنطقة اللي بخزن فيها الاندر كارج، اللي الاندر كارج بيحصل له ديبلويمنت على الارض وينزل يعمل التاتش داون، فيقوم المنطقة دي بيزود الطينة بلة، يدي للمنطقة دي مور كومبريشن، عشان كده بضطر ان انا ادعم المنطقة دي بكيل بيم. برضو احنا قلنا الكلمة دي، عشان كده برضو يعني الاحظ الكلام هنا، قال لك ده الفيوزلاج بالك هيد، يعني بيحط هنا حوالين الكيل بالك هيدز اللي هي بيثبت فيها هنا الثرو ستراكشر ويثبت فيها الليفت وينج والرايت وينج. بس الحتة دي لازم تكون منطقة تقيلة، نشوف المنطقة التقيلة دي بيعملها تقيلة ازاي ثم ننطلق نخلص المحاضرة دي. قال لك لو هتبص على المنطقة التقيلة دي اللي هي اللور وينج ماونت نير الفيوزيلاج كيل بيم، شفنا هنا كذا منظر، قال لك لو بصيت على المنطقة دي هتلاقي الكيل بيم، كويس قربنا نخلص ناخد ريست، بس قبل الريست عاوزك تبص على الصور دي نحاول نستوعبها بسرعة كده. اعتقد ان الطيارة دي غالبا يا لك هيد، هتلاقيني يعني كأنه مجمع الاسمبل بتاع البيم هنا، فيها حاطط له زاوية من ناحية، يعني قايم من الناحية دي وقايم من الناحية دي، والبوتوم كل ده بيم عشان يقاوم الكمبريشن، ماشي؟ وهتلاحظ قايل لك كلام زيادة كده بس لا بأس ان احنا نعرفه، قال لك ده السبورت ستراكشر رام اير تيربن. ايه بقى السبورت ستراكشر ده؟ لو ان الوينج بيجي منه ثرست بيتنقل للفيوزيلاج بيحاول ينقله على الاستراكشر ده، بحيث ان اللود اللي بيشد الطياره بيبقى متحمل على السبورت ستراكشر ده، يعني ما بينقلوش على الرينجز لان الرينجز ما تشيلش في اتجاه عمود عالي، كويس؟ وما بيحملوش على
اللونجر ارمز عشان الطول ممكن يحصل لها بطل. ايه اللي هو ايه يعني ايه الكيل بين؟ لا انا بقول لك الرقم اللي عاوز اقوله لك هنا ده اسمه السبورت ستراكشر. لا ده الكيل بيم هو اللي ورا ده، ده السبورت ستراكشر ده قدام شويه، ده يبقى تحت الوينج. الوينج موجود هنا صح، فانا عاوز انقل الثرست اللي جاي من الانجن وبالتالي بيروح للفيوزيلاج وبالتالي بيروح للطيارة، انقل اللود ده بطريق باس مختلف، بنقله عن طريق مسار مختلف. فبنحط ده في الديزاين ده، ممكن يفرق الديزاين التاني، بس انا بدي لك فكره يعني ان الموضوع فيه حاجات كتير. السبورت ستراكشر ده من ال رام اير تيربن ادى ايه سبورت ستراكشر ده بيتنقل عليه الثراست لود. طب وهتلاقي السبورت ده ستراكشر ده برضو متحمل على لو كنت عاوز تقول متحمل جزء منه على الكي بيم ممكن، بس وجزء على اللونجر اونز ممكن، عشان ده في الاخر يوصل اللود بتاع الثراست للطياره عشان الطياره تتحرك. فالمنظر ده عباره عن تفصيله بتثبت هنا في لونجر اون لونجر اون لونجر اون لونجر اون لونجر اون لونجر اون لونجر اون، وحاططهم بحيث الاثنين دول او كل دول عباره عن رولر، وهي في واحده بس خدتها عباره عن هنج، يعني كان الكونكشن دي مع اللونجر اون هي الوحيده اللي بعتبرها هنج والباقي كله رولر. ليه؟ عشان انا عايز لما تضغط على الجزء ده يبقى فيه ديفورميشن فيتنقل اللود، لان كده هضمن ان اللود يتنقل من الشمال لليمين. كويس؟ فالتثبيته دي عباره عن ستراكشر فيه بس الجزء ده هو الهنج، كل ده رولر رولر رولر. طب اللود اللي عندي جاي من الوينج لما بضغطه كده بلاقي انه بيطلع لي هنا، يعني انا بقول ان الويت بتاع اللي جاي عليها عباره عن 20 متوزعين 5 5 5 5، والمومنت عباره عن 40 في 15، يعني كان المومنت هنا عباره عن 15 في 40 يبقى ال 60 قصدي 600 600 كيلو نيوتن انش، بحيث لما بحسب الفورس على ايه بقى اللودز دي؟ اللودز هي الانبوت اللي على الثرو ستراكشر. اقول لك نعم؟ لا ده الاستراكشر ده اللود اللي عليه اكسترنال. يعني ده اللود الاكسترنال، انا بقول لك اللود الاكسترنال عباره عن 60 كيلو نيوتن انش وفيه 20 كيلو نيوتن، ده فيرتيكال وده كمومنت ومتوزع كده، حسبت اللود وانا حسبته لك. نعم؟ كان دي رياكشن محسوب. لو انا يعني هصعبها عليك شويه، ادي لك المومنت اللي هنا واخليك تحسب الفورسز، وادي لك اللود واخليك توزع الفورس. بس انا جيت هنا كنا عشان ما نختلفش في الكلام، قلت لك هندي لك الفورس اللي عندي. لا ما هي دي النقطه. هي دي النقطه. دي عباره عن الابلايد لود. انا عايزك تحسب الرياكشن، يعني كان حرام عليك، يعني كان انا بقول لك هنا ايه، ادي المومنت الابلاي قصدي الفورسز الابلايد على الكاريسرو ستراكشر تراس كاريسرو ستراكشر سيمتريك تراس كاريسرو ستراكشر، فعايزك تحسب من المساله دي لو الاستراكشر دي تحسبها هتحسب ايه؟ هتلاقيك بتحسب الفورسز اللي في الممبرز دي صح؟
يعني لو عندي ديك ابلايد لودز تقدر تحسب الفورسز اللي موجودة في كل الممبر ده سيمتريك، عشان كده بقول لك ده بس الهنج والكل باقي كلهم رولرز. خلاص شوز ذا كارسو ستراكشر ريدوس ذا اكشن اون لونجر اونز ماتش ليس ذان ذا وينج ابلايد فورس. ده اللي عايز تفهمه من المساله دي. هتفهم المساله دي ايه؟ ان الفورس اللي عندي هنا 40 كيلو نيوتن شمال ويمين، يعني في 80 و80، يعني كأني جايب الاستراكشر ده 80 كيلو نيوتن وده 80 كيلو نيوتن، يعني كم كيلو؟ يعني 8000 كيلو. 8000 كيلو صح؟ 8000 كيلو شمال و8000 كيلو يمين، يعني جايب 8 طن شمال و8 طن يمين. لو انا حطيت دول على رينج ممكن الرينج ما يستحملش. ماشي؟ فالكارستر ستراكشر بيعمل ايه؟ كانه بينقل الفورس دي مباشره للفورس دي فيتعادله، وينقل الفورس دي للفورس دي فيتعادله، يعني كان الكارستر ستراكشر بيحمي الرينج. كويس؟ كانه بيحمل الوينج الشمال على الوينج اليمين. فهمت؟ يعني كان الغرض من السبيس ستراكشر، قلنا نفهمها بالمساله البسيطه دي، انك بتكتشف ان الكاريسرو ستراكشر لو انت حليت المساله دي، ان الكاريسرو ستراكشر بريديوسز رياكشنز اون ذا لونجر اونز. فين الرياكشنز دي؟ هتلاقي الرياكشنز اللي موجوده هنا واللي هنا، ده الرياكشنز اللي هتطلع لك من الحل. هتلاقي هنا فورس وهنا فورس، بتلاقي الفورس اللي تطلع دي اقل بكتير من الابلايد لود اللي هو 40 و40. بمعنى ان الكارستر ستراكشر بيتسبب في ان اللود اللي على الوينج بيتنقل للوينج التاني. مفيش حاجه بتروح، مفيش حاجه كتيره بتروح لللونجر اونز. فعشان كده ميزته ميزه الكارستر ستراكشر اللي بيخلي الوينج يتحمل على الوينج، زي ما يكون الوينج بقى كونتينوس. صح؟ يعني لو انا جيت الوينج بتاعي كونتينوس كده، بقول ان الوينج ده متحمل على الوينج ده. لكن لو انا اقطع الوينج حتتين هلاقي يطلع هنا رياكشن وهنا رياكشن وهنا رياكشن وهنا رياكشن. مظبوط؟ يبتدي يطلع لي في فورسز محطوطه على الوينج. فلو انا حطيت هنا كارثرو ستراكشر تقيل بلاقيه ما ينقلش رياكشن لللونجر اونز. يعني كأنه ميزته او اللي بيعمله الكسرو ستراكشر ان بيخلي وينج يتحمل على التاني. كويس؟ فبيخلي اللود اللي رايح لللونجر اونز قليل. فقلت الاستراكشر هتلاقي ان الفورس اللي بتتنقل للممبرز ايوه اللونج الفورس اللي على اللونجر اونز دي هي عباره عن الرياكشنز، هتلاقيها قليله. ممكن بعضها يكون كبير بالذات في اللي تحت دول. ماشي؟ يبقى لو انت حليت المساله دي هتكتشف الفكره ان كده الكارسو ستراكشر بيحمل وينج على التاني. سرو كارسو ستراكشر. ماشي؟ وفي الوقت نفسه الرياكشن بتاعته اللي عباره عن اللود اللي بيتنقل على اللونجر اونز تبقى قليله. فكانه بيحمل اللونجر اونز وبيحمل الاستراكشر على التاني. مقابل ان السكندر استراكشر اللي انت بتعمله ده بيشيل لود قليل. عشان كده عشان كده اول واحد كان عمل الفكره دي عمله كسبيس تراس. لان التراس بيشيل الاكسيال لود كويس. وهي دي المسألة اللي خدناها. كويس؟ يبقى كأن الاكسرسايز ده مطلوب هنا. حل المسألة دي عشان تكتشف إن الجملة الأخرانية دي that the carous root structure produces reactions اللي هي الرياكشنز اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، يبقى عبارة عن الرياكشنز على
وبالذات اللي هنا واللي هنا واللي هنا صح؟ الرياكشنز دي اللي على اللونج على اللونجر ارمز. احنا شفنا لحد دلوقتي في كالوسيو ستراكشر بتحمل على اللونجر ارمز. عاوز اتاكد ان الفورس اللي بتتنقل هنا ماتش ليس ذان ذا وينج ابلايد فورس، يعني الرياكشنز اللي هنا تبقى اقل جدا من 40 و40 وال5 و5 اللي موجودين على السبورتس. ماشي، فده الاكسرسايز اللي موجود هنا. ناخد ريست، ناخد ريست وبعدين نقول اخر محاضره، اخر محاضره بسيطه ان شاء الله. ايه ما تاخدش وقت. نعم، لا مفيش مسائل، لا مفيش مسائل، بس هقول لك تكتبي كلمتين يعني تطلعي تقرير كتابه. تقرير كتابه بسيط. الانجن قصدي الوينج بقى موجود هنا. الكيل بيم مكون من الاجزاء اللي تحت دي، الجزء